مساء الخير. سجلات هذه الليلة بحث وتناول للشأن العراقي في هذه الأزمة الكبرى لعدم تشكيل حكومة منذ إجراء انتخابات الأخيرة. نتناول هذا الموضوع مع دكتور غسان عطية مدير المعهد العراقي للتنمية والديمقراطية. أهلا بك دكتور غسان. توجه جو بايدن توجه إلى العراق الانتخابات الأخيرة انتخابات كانت صراع بالإنابة بين إيران وبين بعض الدول العربية. إيران في 2005 لملمت الأحزاب الشيعية والقوى الشيعية بتحالف واحد ونجحت بالانتخابات. هذا الدرس تعلمته أطراف عربية سنية وتعلمته الدول العربية. الأطراف العربية السنية منقسمة على بعضها انقسام مؤلم، والزعامات ما بيناتهم انعكاساتها عشائرية ومناطقية من الصعب لملمتهم، لكن الجهد العربي هو اللي ساعد على لملمتهم، والجهد العربي هو اللي دفعهم أن يقبلوا بزعامة أياد علاوي لهذا التيار. هذه الطبخة لولا الدعم العربي لها، وإذا العواصم العربية المعنية كانت تضغط على كل زعيم عربي سني إن تريد دعم أو شيء تعاون مع علاوي، فدفعتهم لملمتهم لملمة. هذه اللملمة جاءت بنتائج إيجابية مأزق، وهي التالية: إن هناك قائمة دولة القانون المالكي استطاعت أن تفوز بشكل واسع في المحافظات العربية الشيعية. قائمة العراقية فازت بوضوح برغبة أو إرادة الناخب العربي السني. هذه فرصة تاريخية كان ممكن أن تلتقي العراقية ودولة القانون. دولة القانون كسبت ثقة الشارع الشيعي، والعراقية كسبت ثقة الشارع السني، يضاف لهم من فاز بالمناطق الكردية، فتكون صفقة سياسية تؤدي إلى استقلال العراق وخروجه من المأزق. هاي كانت دعوتك من بلقائنا الأخير، وكانت دعوة تقريبا يعني فيها أسميناها دعوة مثالية نوعا ما، طالما هناك مصالح وكمان في نفوذ شخصي. أريد أن أفهم منك عندما يأتي جو بايدن، جو بايدن يتكلم بشكل واضح ويقول: أريد أن أكون واضحا، فأنا لا أعطي دروسا، لكن مفهوم إخضاع المصالح الفردية أساسي من أجل نجاح أي أمة. طب هذا درس أمريكي نوعا ما. هل في العراق حتى الآن لا يمكن تجاوز موضوع المصالح الشخصية، ولماذا؟ هل موضوع نفسي له علاقة بثقافة العراقية العربية؟ ليس في العراق بعد ديمقراطي حقيقي، ومعظم الأحزاب هي واجهة لزعامة فردية، فرد واحد يعني. وحتى التنظيمات اللي قامت ليس فيها انتخابات. المجلس الإسلامي الأعلف استأرث ورث عمار الزعامة من أبيه، مسعود البرزاني يرث الزعامة من أبيه، كلها معظمها يمكن بعض الأحزاب قلة اللي بيها شيء من انتخابات. وحتى بالنسبة إلى الدكتور علاوي هو عمليا هو الكل بالكل، ليس هناك قيادة حقيقية. أنا أقول ما قاله الأستاذ الربيعي الدكتور الربيعي قد تكون صاحب الضمير، لأن هذا عمار الحكيم طبعا هو زعيم الائتلاف الوطني العراقي، في آخر تصريحات له يتحدث عن الحكيم ينتقد إبعاد الشيعة عن الحكم 80 عاما ويطالب بشراكة حقيقية. هذا كلام يعني صادر عن، يعني يفترض أن هذا الكلام يصدر عن السنة الذين يعانون من التهميش حاليا. هل هذا الكلام ما زال يباع، ما زال يسوق في العراق؟ الكلمة الأخيرة صح يا سيدي. هذا الحكم الأمريكان عمله، وأنا أتي من محافظة جنوبية وأقول لك يعني أن على أساس أن الشيعة مظلومين ومظلومين، وليس لكن كل العراق هو مظلوم. خلي من الوقت اللي أشرحها للمشاهد، العراق كان جزء من دولة عثمانية، أنا من عشائر، كلنا عشائر سنية، لكن تم تشيعنا تدريجيا وكموقف أيديولوجي معادي للسلطة، والسلطة كانت سنية، فصاروا شيعة أداء للسلطة، ما يريدوا يدفعوا ضرائب وكل هالكلام. هذا زمن العثمانيين. لما سقط الدولة العثمانية المنطقة الموجودة الحكم كان بيد العرب السنة، لم يكن بيد الشيعة بالعراق،
لكن الجزء العراقي، لان الشيعة ضمن الدولة العثمانية هم أقلية، لكن لم تمارس الدولة العثمانية عملية غبن لهم بمعنى منعهم من ديانتهم، ممارسة عقائدهم نهائيا، اغتيالات نهائيا، وانما هاي وعدهم نظام الملل، الملة. والعكس، كثير من الشيعة وقفوا مع تركيا ضد الاحتلال البريطاني للإسلام. نأتي بالعهد الملكي، هذا الملكي بدأ من 24 إلى 58. هالفترة من أول ما إجا العهد وأبناء المدن حكموا، إجا وزير شيعي واحد بالبداية. تعرف في نهاية الخمسينيات 4 رؤساء وزارة شيعة، أي أن لم يقولوا أن المنصب رئيس الوزراء لازم يكون سني فقط، لم يقولوا. ثانيا، لما الفترة هذه من 24 إلى 28 تم تعمير البلد، تم خلق دولة، صارت دولة شيء، ما كان في نفط، نفط جاء بالثلاثينيات بالأربعينيات معه. وإذا من عمره أبناء المدن اللي متعلمين ودارسين. إضافة لذلك، من الشيعة، وأحكي لك من المنطقة اللي أنا من عهد الديوانية، أنا انتمي لعشيرة لم يكن بها مثقف واحد خريج جامعة سنة العشرين والثلاثين ما فيها، إلى أن نفس العشيرة نفس الشيء من عهد الملكي زادت نسبة التعليم والثقافة، وأصبح لا تجد عراقي يحمل دكتوراه بسنة الستين إلا والدولة درسته، باستثناء حالات قليلة أي التعليم. ضاف لذلك بخروج اليهود من العراق بالأربعينيات، إذا المناطق التجارية تم ملئها من قبل تجار الموصل وتجار النجف. الحديث المبالغ به أن بس الشيعة مظلومين، الشيعة تحقق لهم في العهد الملكي من تقدم ما لم يحلموا به بأربعمائة سنة قبلها. لكن هل ينصفوا الكلام؟ لا، يتمسكوا، استعملت عبارة، يتحججوا بحجة مظلومية. زين حسن، أنت الآن تحكم، الآن المناطق الشيعية في العراق بالجنوب هي أسوأ حالا مما كانت عليه حتى في عهد صدام. تصور اللي قمع الشيعة واللي ضرب الشيعة صدام، الآن وضعهم سيء. تسأل نفسك، إذا أنتم باسم مظلومية الشيعة تظلموا الشيعة مرة أخرى. والشيعة يدركوا الآن أن كل من يصعد على أكتافهم باسم الشيعة بالنهاية أساء للشيعة، وكذلك من يصعد باسم السنة لكي بحديث عن الدفاع عنهم زي القاعدة وغير القاعدة هو اللي أجرم بحق السنة نفسهم. هذا اللغة التأجيج الطائفية لعبة سهلة والأرقام سهلة، والله احنا مظلومين. حسنا، الآن أنت جبت الحكم وأنت أغلبية وأنت جنية، لماذا لم تمارس العدل؟ لماذا عاملت الآخرين معاملة أسوأ مما هم عاملوك؟ هذه الحقيقة، النقد الذاتي لا وجود بتاريخنا. أعطيك أتعس من هذا، البعثيين حكم سقط من عندهم، وحزب موجود وهو حزب حقيقي موجود. تسأل نفسك، هل قاموا بمراجعة حقيقية؟ لا. اثنين، انشقوا، زين، أقوموا بمؤتمر وطني وراجعوا الأمر، لا يحصل. يربع العزة بالأثم، تصدر تصورات ويتحدثوا ويستفزوا الكل ويخدموا أعدائهم بأن احنا عايدين وإحنا كل انتصاراتنا وإحنا كل الكلام. يا سيدي، ما لا أعرف أن هاي اللغة العراقيين المزايدة على بعضهم، الشيعي يتكلم وكأن أحقاد 1400 سنة اللي يطلعها من السني. شو علاقة ابن الرمادي اليوم أو ابن الموصل اليوم من ما لحق بالشيعة قبل 1000 سنة؟ ما هو ذنبه؟ هاي عبقرية مندلة. مندلة لما إجا الحكم 7 سنوات يلا سوى الدستور، إلى أن سوى مصالح حقيقية، إلى أن أقنع البيض وأكسبهم البيض، وقامت دولة جنوب أفريقيا والآن تقوم بها أكبر مباراة بالعالم احتراما لهم. بالمقابل تسأل، إحنا بالعراق ما الذي عملناه؟ أجوا بمظلومية الشيعية وإذا بهم يتحولوا إلى جلادين للشيعة. أدوا ودخلوا الطائفية سنة وشيعة والعراق تفكك. كل هذا الكلام يجب أن يدفع ثمنه من طرف، لكن كن على ثقة، لا مجال لذلك، لأن البيت انقسم على نفسه وأصبحنا حالة غير قابلة للإصلاح خلال سنة أو سنتين. والفرصة، وتلو الفرصة نضيعها. يعني الآن هاي الانتخابات أعطتنا فرصة عراقية هائلة، عراقية تمثل قطاع السني ومحافظات السنية ومحافظات الشيعي تعاونوا مع الأكراد انحلت. هذه الفرصة اللي نضيعها يجعل من العراقي يقول يبدو لا يصلح للعراقيين إلا
المستبد العادل إن كان هناك عادل مستبد. أشكرك جزيل الشكر دكتور غسان عطية مدير المعهد العراقي للتنمية والديمقراطية. كنا نحاول لا نعرف إذا نجحنا أن نفسر في العراق هذا الحكم المستحيل. شكرا للانتباه. إلى اللقاء.